همتي ذمه اهلال لنا قمه يلعب ولا يتعب والفوز بس همه في ذمتي ذمه اهلال لنا قمه يلعب ولا يتعب والفوز بس همه عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم اليوم الذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. الهلال يبهج الوطن ويرسم الفرح ويتوج بطلا للقارة الآسيوية 2019 بعد تغلبه على أوراوا في ذهاب وإياب النهائي الآسيوي. الأمير الوليد بن طلال يهنئ الهلال وجماهيره بسابع ألقابه على مستوى القارة الآسيوية ويشيد بتأهله للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يبارك للهلال تتويجه بطلا للقارة، والهيئة العامة للرياضة تعلن إقامة كرنفال كبير احتفاء ببطل آسيا. بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا، الهيئة العامة للترفيه تحتفي بفريق الهلال وجماهيره في حفل غنائي كبير. الفرنسي غوميز يحقق رقما قياسيا ويحصد لقبي هداف آسيا وأفضل لاعب بالبطولة، والهلال يدشن مشواره في كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي منتصف ديسمبر المقبل. هذه عناوين الحلقة. اسمحوا لي في البداية نرحب بضيوفنا الكرام معنا في الاستوديو. أحمد مصبيح أبو تركي، هلا وسهلا فيك. حياك الله الوجود. هي عاد اليوم الحلقة مختلفة لأن الوطن أو نعيش فرحة وطن، فرحة فوز الهلال ببطولة غالية انتظرناها سنين. طبعا الناس المعاصرين عاشوا فعلا 19 سنة، عانتهم كثير، وآخر ثلاث نهائيات أو نهائيين تعبنا، لكن الحمد لله جت الثالثة ثابتة وأزالت كل تعب وكل الألم، والحمد لله والشكر. أصبح الهلال أكتمل عقد الهلال، عقد الزعامة، بطولات محلية وخارجية، وإن شاء الله تكون امتداد البطولات أخرى لأندية المنافسة. يجب أن لا توقف إن شاء الله بطولات الهلال أو بطولة التحقق باسم الوطن عند الهلال. أملنا في كل أندية في قادم البطولات. اليوم فرحة ما يمكن يعني أنساها. أنا شخصيا عشت أسبوع، يعني هذا بوح لابد البرنامج كورة، أطول أسبوع في حياتي ولا المدرب سواها. وش هالزين وش هالعلاقة والله وش أسوي كاشخ. أيوة والله عرس. ألف ألف مبروك. وترى على فكرة أنت اليوم لك حالة خاصة في البرنامج. الله يحفظك. كل الهوى خاص اليوم لأبو تركي. الله يعبر ويتكلم ويفرح ويحتفل. إحنا نشاركه بس هو بياخذ مساحة. هذا والله من طيب أصل كل أمانة. ترى أقولها ترك العجمة مع حفظ الألقاب، توقع 3-0 مجموع المباريتين، وتوقع هدف غالي القوميز، فقلت ماني بقايلها الله يرحم خالد قاضي ثم العالم يلا اسال ترك العجمه، لكن الحمد لله توقعاتها ما خابت ولا خابت ايضا توقعات وثقه الجماهير الرياضيه ولا القياده. لا انسى القياده طبعا، يعني حقيقه الدعم اللي صار للهلال سبق طبعا تلق كل الانديه، اي ممثل للوطن منتخب او نادي القياده معه،
لما تكفل سمو سيدي الامير محمد بن سلمان باربع طائرات الجماهير، شفنا مفعول الجماهير، شفنا اللعيبه اليوم يتحدثون الفضائيات يقولون فعلا حسينا بوجود اكثر من 4000 متفرج مدرج خاص في الهلال، شيء يعني يشجعه ويجعل اللاعب يعطيه حافز. شكرا للقياده، شكرا ايضا لهيئه الرياضه ممثله بالامير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اهتمامه تذليل كل الصعاب، دعمه لا محدود، كل الاتحاد كره القدم، استاذ ياسر مسح الوجه الخير، كل حقيقه من كان وراء هذا الانجاز سواء في المنظومه الرياضيه او في نادي الهلال، ولا ننسى رجالات الهلال بلا تحديد. ولكن انا شخصيا اوجه تحيه خاصه للامير الوليد بن طلال اللي عرف يختار الرجل المناسب في المكان المناسب اللي هو الاستاذ فهد بن نافل، اللي غردت عنه اليوم، اللي قلت فعلا الصمت حكمه عندما يكون نطق انجاز، فعلا سكت وقدم انجاز يتمناه الهلالي من سنوات. فهد بن نافل اذا انه سهران للحين راح نحاول نتواصل معاه ونسمع صوته ونبارك له. تسمح لي ارحب بالضيوف الثاني؟ ما يحتاج. ابو حريم محمد الصدعان، اهلا وسهلا فيك والف مبروك. اهلا وسهلا ابو الوجود، مبروك للوطن، نرفع اسمع ايات التهاني والتبريك الى مقام سيدي خادم الحرمين سمو سيدي ولي العهد الداعم الاكبر يعني للشباب والرياضه، وشفنا دعمه يعني الغير مسبوق واللي مستمر دائما في دعمه للهلال ولجميع الانديه والمبالغ الطائله اللي تدفع لجميع الانديه. شكرا لرجالات الهلال السابقين والحاليين، شكرا للاعبين، شكرا للمدرب، شكرا لكل فرد تعنى انه يساند الهلال وتعب لجلب هالبطوله. الهلال أعتقد غاب 19 سنة ولكن لا زال هو الزعيم، غاب 19 سنة وحقق اللقب السابع ولم يستطع أي من الأندية الآسيوية أن تقترب من الهلال وتكسر هذا الرقم. غاب 19 سنة وأعتقد حقق إنجازات مختلفة، هو الفريق الوحيد اللي استطاع أن يقصي في مساره خمس أبطال لهذا اللقب، أقصاهم الهلال كان خامسهم أوراوا، من العين إلى السد إلى الاستقلال إلى الاتحاد ومن ثم أوراوا. فأعتقد جاي طل وغلب على الكل، ألف مبروك، لأنه فعلا فرحة عامرة يعني في جميع أرجاء الوطن بهذا الفوز الغالي. أبو أميرة أهلا وسهلا فيك وألف مبروك. يا هلا أبو جود حبيبي، تحياتي لك ضيوفك الكرام وكل من يتابعنا، ألف مبروك للوطن، ألف مبروك نقول لكل أفراد الشعب السعودي وكل العرب حقيقة والخليجيين. شفنا تفاعل كبير جدا عبر مواقع التواصل، طبعا نرفع هذا التبريكات والتهاني لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين والشعب السعودي كافة. أيضا لابد أن نقول الأمير وليد بن طلال ألف مليون مبروك، كلنا نعرف أنه هو خلف هذه الإدارة، بالتأكيد الهدوء اللي حاصل في الإدارة وتكلمنا عنه من بدري مش من بعد، من قبل فهد بن نافل برافو، كنت هادئ جدا، ولعل عدم شهرتك في المجال الرياضي فادتك كثير بأنه يكون عملك هادئ، ما تكون تحت الضغوطات كعادة بعض رؤساء الهلال اللي مروا على الهلال الفترات السابقة. ألف مبروك لكل هلالي، جهاز فني إداري، كل الجمهور الهلالي بالتأكيد خاصة، وكل رياضي وكل من يعشق هذا الوطن، حقيقة فرحة كبيرة، فرحة عامرة، يجب أن نفرح جميعا بمختلف ميولنا لأنه فوز للوطن. وشفنا كيف مشاعر الناس كلها مع المملكة العربية السعودية اليوم، دول كثيرة في أبرز معالمها تضع الشعار الهلال وعلم المملكة العربية السعودية، لا بد أن نفرح حقيقة، وأتمنى من الجميع أن يفرح حقيقة لأنه فعلا يستحق الفرح هذا الفوز. أعتقد كل هلال اليوم يعني كده يسوي بعد المباراة الحركة هذه يعني تعبنا، يعني حقيقة تعبوا ويعني عملوا كل شيء في سنوات سابقة حتى يصلوا ووصلوا اليوم ويستاهلوا بحق، حاولوا كثيرا وصلوا للنهائي كثيرا ولكن لا يصح إلا الصحيح في النهاية. الهلال فريق قوي ويستحق البطولة من سنوات حقيقة، ولكن ربنا أراد اليوم يحصل عليها ويستحقوا بكل جدارة. مليون مبروك للوطن قبل أي شيء آخر. ألف ألف مبروك للهلال، يعني كان لا يمكن أن تذهب هذه البطولة لفريق غير الهلال، حتى اللي شاف مباراة الذهاب في الرياض ولا شاف مباراة الإياب اليوم في اليابان كان فيها يعني تعبير حقيقي، إذا بغيت يعني أحد يشرح لك إيش يعني مرجلة في الملعب. أحسنت.
حط هالمباراتين وانت حتاخذ شرح وافي عن كلمة مرجلة في الملعب بصراحة. تركيز عالي، أخطاء صفر، تشتيت ذهن صفر، عدم تركيز صفر، كل شيء كان في محل، 10 من 10 في كل شيء، على مستوى الإدارة، على مستوى الخطاب الإعلامي للإدارة، على مستوى حديث اللاعبين، على مستوى تركيز اللاعبين. لما تشوف مباراة الذهاب تقول لا يمكن الهلال يكرر هذاك الأداء، ويمكن احنا كنا نقول هذا الأداء اللي كان أسطوري صراحة في مباراة الذهاب. ما شفنا الفريق الياباني إطلاقا في مباراة الذهاب، كنا نقول لا يمكن الهلال يلعب نفس الأداء، أكيد 80% 90%، بس ترجع وتلعب بنفس الأداء وأقوى وما في أخطاء، واللاعبين كلهم يعني تحس الخانة فيها لاعبين مو لاعب، وكان في إصرار حقيقي. اليوم تفهم إيش يعني أنك أنت تكون مرة ومرتين وثلاثة خلف هدف تبغى تحققه، وإدارات متعاقبة حطت هذا الهدف قدام عينها، اللي يجي يكمل يكمل على نفس الهدف. إدارة الأمير عبد الرحمن بن مساعد وصلت للنهاية، وجت إدارة الأمير نواف بن سعد وصلت للنهاية، وجت إدارة فهد بن نافل وصلت للنهاية. الجميع يعمل عمل تراكمي. هنا تفهم إيش يعني أنك أنت تتربع على عرش القارة الآسيوية. ومثل ما قال محمد الصدعان قبل شوي، قال كلمة مهمة جدا، الهلال فاز على 5 أبطال في هالبطولة، ملاحظة في غاية الأهمية. فاز على السد، فاز على الاتحاد، فاز على أوراوا، وفاز على العين، على الاستقلال، وعلى الاستقلال. 5 أبطال أخذهم في الطريق عشان يوصل للبطولة. تفهم يعني إيش لما يقول لك إنه الهلال هو النمبر 1 اليوم في آسيا، هو النمبر 1. ألف 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 مبروك، الكأس للهلال والمجد للوطن. مبروكين وحدي وانت واصحابك ليا بارسين، انا جمهوري واقف في ظهري نمبر 1 وانتوا عارفين. انا في الساحه واقف لوحدي وانت واصحابك ليا بارسين، انا جمهوري واقف في ظهري نمبر 1 وانتوا عارفين. نمبر 1 نمبر 1 شايفك سريع جاي وسطنا، لو كنت لما ولا بيهمنا هتسيطر وتغير الواقع. احضر يا طول الوصول معاك، دخلك حياتك عملك ازعاج، عالك في راسك هتعرف خلاصك، وان اللي داسك كشاف وعمك. نمبر 1 نمبر 1 هي طموحي واختياري، والنجاح بيحب يبق ضري ديريو لما سمع صوت عياري، هي بتفكر تسمع الفراري. معايا كل شي مباح نمبر 1، كل يسالك في النجاح نمبر 1، الصورة ماشية باكتساح نمبر 1، كل قفل لي مفتاح. العب 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 ولع، لما شافني راح جيلي فلسع، اتحدى اي حد اسمع، غرفة كلامي نازل يلسع نمبر 1. شوف إنجاز يجب أن نتوقف في لحظات عند الناس اللي لهم أفضال في مثل هذا العمل. ويمكن صاحب الفضل، مو يمكن بالتأكيد هو صاحب الفضل الأكبر في هذا كله بعد الله سبحانه وتعالى، لسيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. الالتفات الحقيقية للرياضة والشباب، تلمس احتياجات الشباب والرياضية، دعم سخي، ملايين صرفت على الأندية، تسديد ديون، وروحوا بعد تعاقدوا مع نجوم. أنت اليوم لو ما هذا الدعم موجود ما كان حتشوف واحد زي كاريلو في الهلال، ولا تشوف واحد زي جوميز في الهلال، ونجوم آخرين في أندية أخرى ما راح نتكلم. نتكلم اليوم بس فقط عن الفريق الهلالي، نوعية المدربين اللي يجون في هذه الأندية. هذا دعم بلد، مشروع دولة، رؤية وطن، في فكر أنه في مجال الرياضة لازم نكون رقم واحد في مجال الرياضة. إذا ما كنا رقم واحد لازم ننافس على رقم واحد. ألف 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 شكر لسمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. اليوم بدأت تظهر آثار هذا الدعم. اليوم الدوري السعودي واحد من أهم الدوريات في المنطقة، إذا ما كان هو الأهم على مستوى المنطقة. قيمة سوقية للاعبين، متابعة قوية للدوري المحلي. عندك منتخب وصل لكأس العالم وكان خلف المنتخب، وعندك أندية اليوم تنافس. احنا كنا في الثمن النهائي تقريبا، كان في 3 أندية سعودية في النصف النهائي، انت عندك ناديين. اليوم عندك البطل الآسيوي هو فريق سعودي. هذا الدعم يؤتي ثماره
ونتائجه تتحقق. ألف شكر سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان متابعة التقرير. من أجل مملكة تبلغ الآفاق ومستقبل يلبي الطموحات وشباب يحصد الإنجازات، أطلقت رؤية المجدد فوعدت باعتلاء هامات المجد، جاعلة شباب الوطن ركيزة لها، والرياضة إحدى أولوياتها والقمة أهم غايتها. مرحلة تاريخية بقيادة رجل استثنائي طموح وضع بصمته في كل الاتجاهات، بلغ بذله شتى المجالات، تصدر كل العناوين ليكون دعمه هو العنوان، وبذور عطائه آتت إنجازاً في كل ميدان. صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، الرياضيون يثمنون الدعم المتواصل والاهتمام المستمر والعطاء المثمر ليشمل جميع المنتخبات والأندية السعودية. كنت داعماً لوصول الأخضر لمقارعة كبار منتخبات العالم، ومؤازراً على أرض المونديال دعمت واستقبلت أبطال آسيا، وعطاؤك مجد تلو مجد. شكراً لأفعال سبقت الأقوال لدعم تاريخي أنهى أزمات الأندية وذلل العقبات في سبيل رفعة المسابقات وتطور الرياضة المحلية والمنتخبات والوصول للمحافل العالمية والقارية واعتلاء المنصات. شكراً لخطوات كبيرة واكبت الرؤية المباركة، الرؤية التي تنشد الوصول إلى تميز رياضي ومراتب عالمية متقدمة. وها هي المملكة اليوم تجني شيئاً من تطلعات رؤيتكم ونتاج قراراتكم. ها هو العلم الأخضر خفاقاً، والسعودي على المنصة شاهقاً عملاقاً، وممثل الوطن بطلاً زعيماً آسيوياً أزرقاً براقاً. قرارات دعم سموكم تواترت فأوحت بإصرارك الكبير للمضي نحو رياضة سعودية تلفت الأنظار. ها نحن نروي للعالم رواية دعمكم، طموحكم، همتكم التي علت وبالوطن اعتلت. تركي، والله ما دعس أنا نقول عن هالأمير القائد الشاب. يعني نظرة الأمير محمد بن سلمان للشباب الرياضي والشباب عموما واستثمارهم لاحظناها من سنوات، ولكن خلنا نتكلم في مجال الرياضي. قبل سنتين تقريبا كيف كانت رياضتنا؟ ما هو مجاملة لا على مستوى الأندية ولا على مستوى المنتخبات. الأندية شبه تعلن إفلاسها، بعضها ثلاث أو أربع أندية بتعلن إفلاسها، أروقة التحدي الدولي داخلها قضايا ومشاكل ويعني مصائب. الاتحاد الآسيوي جاء الأمير محمد بن سلمان بلفتة كريمة بنظرة بعيدة المدى، عالج كل المشاكل، جعل الأندية تراجع حساباتها، تعمل من جديد لرؤية لمستقبل أفضل. المنتخب السعودي كان متأرجح مستوياته، ولكن جاء وأساهم وقدم دعم للمنتخب الوطني وأشرب بنفسه على تأهلنا لكأس العالم الأخيرة. هالأشياء هذه الأمير محمد بن سلمان يخلق أولاً التنافس ما بين الشباب الرياضي، ثانياً يؤكد للعالم أن شباب الرياضي السعودي على يعني درجة من الوعي والفكر وعنده كل الإمكانات. والدليل الآن لاحظ كل الألعاب فعلت، كل الألعاب الرياضية. أنا الآن في المنظومة الرياضية كانت في ألعاب منسية في عهد الأمير محمد بن سلمان وتوجيهاته للقطاع الرياضي، أحيت ألعاب وصار في تنافس، صار في شيء غير طبيعي. على مستوى المنتخب وصلنا، وهذا منتخبنا الآن قريب تأهل الأدوار الثانية. الأندية كم لنا من 2005 ما فاز النادي السعودي بطولة آسيا من بعد الاتحاد، ولله الحمد فضل الدعم جعل الأندية ومن ضمنها الهلال
استثمروا أجانب صح، لعيبة محليين على مستوى، جهاز تدريبي عالمي، ودعم جماهيريا وماديا، نشوف النتيجة. سيطر أعدنا زعامتنا القارة الآسيوية، تأهلنا لكأس عالم الأندية، ولا زال الطموح، وهالشيء يخلق منافسة ويشجع الأندية الأخرى. طبعا طبعا الأندية المنافسة لما تشوف هالدعم اللي صار للهلال، هذا الدعم هو الهلال للرياضة الوطن. اليوم مثلنا الهلال، بكرة الاتحاد، بكرة الأهلي، بكرة النصر، الشباب، الاتفاق، كل هالأشياء هذه هالمكتسبات سنجنيها مستقبلا. أتمنى أن نستثمر هذا العطاء السخي والدعم اللامحدود لرياضة أفضل إن شاء الله. أبو حنين، أعتقد مهما تحدثنا مهما قلنا صراحة ما نقدر نوفي الأمير محمد حقه. من تابع حديث الأمير محمد في المؤتمر الصحفي لرؤية 2030 وتخصيص الحديث في جزئيات عن الرياضة يعي جيدا أن هذا الرجل لا يملك عمل عشوائي، هذا عمل فيه تخطيط، ولكن التوفيق بيد الله عز وجل، ثم استثمار هذه الأندية وهالاتحادات الرياضية لهذا الدعم ولهذه الرؤية بشكل صحيح جدا. أنت مثل ما تفضلت بوجود وبو تركي، الناس تتوقع أنه بس الدعم جاء في 4 طيارات راحت، لا، العطاء هذا السخي اللي من سنتين وأكثر هو اللي خلى الهلال والأندية الأخرى تستقطب لاعبين على مستوى عالي. الفادها قرارها 7 محترفين، صار في خيارات أكبر للأندية مين تسجل في هال4 محترفين على مستوى القارة. الدعم اللي قاعد يصير شفنا في من خلال الحدث، ال4 طيارات، الوزارات تنقل، المدارس تتفاعل، هذه كلها اليوم لما القائد يرسم الطريق تجد كل من على هذا الطريق يسيرون بنفس المسار هذا ولا يحيدون عنه. ولكن اليوم الكلام كله لهالأندية، مثل ما الهلال استثمر شفنا ترى حتى الاتحاد بكل ظروف اللي تمر، وحتى الأهلي، أنه يكون في من 8 أندية على مستوى القارة، أنه يكون 3 أندية سعودية موجودة، ولكن سوء الطالع في القرعة أنهم يتصادفون في طريق بعض، هذا لا يعني أنه وصولهم كان إيجابي جدا. لذلك اليوم الحمد لله احنا نحمد الله عز وجل أنه هذا الدعم موجود. مثل ما تفضل بتركي، الحديث ليس على كرة القدم اليوم، لو فعلا احنا متابعين بدقة تجد في الكاراتيه ميدالية، في الوثب العالي ميدالية، في المبارزة ميدالية، بدأت تفعل الألعاب الثانية، ولم تفعل فقط أني أنا صرفت عليها، لا، بدأت تجلب منجزات. صحيح. وحنشوف في الأولمبيات الجاية نتاج هذا العمل، حنشوفه. صحيح. مثل ما نشوف اليوم الهلال استثمار هذا العمل اللي شفناه وهالدعم شفناه في هالبطولة، حنشوف حتى الاتحادات الأخرى هالدعم السخي اللي موجود فيها. اللهم لك الحمد والشكر على نعمة المملكة العربية السعودية. الحمد لله. أبو أميرة، أبغى أقول يعني صراحة رسالة لسمو سيدي ولي العهد، يعني ما بقول باسمي ولا ما لست مخولا، ولكن حقيقة نشوفها في كل الشعب السعودي. سمو سيدي ولي العهد، نحن نحبك، نحن نعشقك بكل أمانة، يعني لكل ما تفعله. إحنا في الشعب السعودي علاقتنا بقياداتنا دائما وأبدا يعني يملاها الحب والاحترام المتبادل. إحنا ما نحب حكامنا فقط بالكلام أو هم فقط بالكلام، بالفعل نحن نعشقهم ونحبهم لأنهم يخافوا علينا، يذهبوا إلى دقة التفاصيل ويحلون كل مشاكلنا، يسعدونا، يبهجونا. إحنا في الرياضة الآن لما نتكلم في الرياضة تحديدا وهو مجالنا الآن، الرياضة السعودية كانت متجهة للهاوية، كان الأندية السعودية كلها out of track، كلها رايحين للمشاكل ليس بعدها مشاكل، وقد تنتهي الرياضة السعودية وتعود إلى بعد قبل 70-80 سنة. جاء هذا الرجل سمو سيدي ولي العهد، قضى على كل المشاكل بتوفيق الله عز وجل طبعا، ثم بقراراته الكبيرة المادية والمعنوية عادت الفرق كلها للتراك، كلها للتراك، من سدود سداد ديون مبالغ، يعني أي دولة في العالم يسمع عن هذه المبالغ اللي سددت يعني يتجننوا. علاوة على ذلك دعم فوق الديون، تسديد الديون، دعم لا محدود، كل هذا. الناس اللي كانت تتكلم الآن، برافو بوجود إنك جبت حقيقة، يعني أخصصت لسمو سيدي ولي العهد هذا المجال لنا إن نتكلم، لأن الناس كانت زمان تتكلم البعيدين عن الرياضة يتكلموا مبالغ كبيرة، مبالغ من أجل هذا، من أجل الوطن، مش من أجل تفاصيل صغيرة قد تعتقد أنها تافهة. المنتخب السعودي عند تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم الأخير، حضور سمو سيدي ولي العهد مباراة اليابان، إيش الأثر اللي كان، كنا في تلك المباراة ولا زلنا نتحدث عنه، المكافآت الجبارة للاعبين لما تأهلوا لكأس العالم، الآن الوقفة مع الهلال وهو يمثل الوطن بطائرات، بدعم، بمبالغ، بفلوس، بدعم لوجستي، كل هذا
من أجل الوطن. عودة الأندية ودعم الأندية، ترى يعني الناس ما تدري إلا اللي اشتغلوا في الأندية والقريبين من الرياضة، الرياضة والأندية مش بس الناس اللي تشوفون في الملاعب، في ناس كثير يعملوا في الأندية، شباب سعوديين وكبار في السن كلهم يستفيدوا من نجاح الرياضة. لهذا رجل مثل سمو سيدي العهد فكر في هذا الموضوع بالتأكيد، وجعله أمرا من أولوياته. الشباب السعودي ماذا يعشق، ماذا يتابع، ماذا يفرح الشعب السعودي؟ هي الرياضة بالتأكيد من أهم ما يسعد الشعب السعودي. نحن الآن في ثورة رياضية حقة، إن شاء الله سنجني ثمارها أكثر وأكثر في القادم، لأن الفرق الآن أنا شاهد في أندية كثيرة الآن بدأوا يجيبوا ألعاب جديدة. الأندية كانت تتخلص من الألعاب، كانت عبء على الأندية، الآن لا، الأندية تبحث عن ألعاب جديدة وتنشئ ألعاب جديدة. ليش؟ لأنه في أموال متدفقة، في أموال كثيرة، في سيولة. هذا كله من فين؟ بنظرة رؤية ثاقبة من سمو سيدي والعاد. فشكرا سمو سيدي، نحن نعشقك بلا أي مواربة، بلا أي نفاق، وبلا أي شيء من الأشياء التي يفعلها بعض الدول للأسف. شكرا 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 من القلب. فاصل قصير بعده نعود. مسار الليل لطراف النجوم ومن ضحوك الفجر لين آخر مدار، تبتسم لك يا محمد كل يوم، أرضك وتنبت صياهدها خضار، وتحت ظل الشمس والوضع محسوم، وفي السماء والأرض وفوق البحار اسمك بالذهب فوق الغيوم، ونكتب اسمك حب وامجادك شعار، نكتب اسمك بالذهب فوق الغيوم، ونكتب اسمك حب وامجادك شعار، يا محمد يا محمد. حنا من مسار إلى مسار، من عزومك عرفتك كبار العزوم، ومن بداية رؤيتك يبدى النهار، يا بشاير خير وعلومك علوم، المطر يشبه وحلامك كبار، نكتب اسمك بالذهب فوق اسمك حب وامجادك شعار، يا محمد. الهلال يبهج الوطن ويرسم الفرح، ويتوج بطلا للقارة الآسيوية 2019 بعد تغلبه على أوراوا في ذهاب وإياب النهائي الآسيوي. الأمير الوليد بن طلال يهنئ الهلال وجماهيره بسابع ألقابه على مستوى القارة الآسيوية، ويشيد بتأهله للنسخة المقبلة من كأس العالم للأندية. الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يبارك للهلال تتويجه بطلا للقارة، والهيئة العامة للرياضة تعلن إقامة كرنفال كبير احتفاء ببطل آسيا.
بعد تتويجه بلقب دوري أبطال آسيا. الهيئة العامة للترفيه تحتفي بفريق الهلال وجماهيره في حفل غنائي كبير. الفرنسي جوميز يحقق رقما قياسيا ويحصد لقبي هداف آسيا وأفضل لاعب بالبطولة، والهلال يدشن مشواره في كأس العالم للأندية أمام الترجي التونسي منتصف ديسمبر المقبل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمر وتنف أنف في المملكة العربية السعودية أحمد مسلبيح. محمد السرعان عندي كلام ما بعد حاتم خيمي. أبوي الكلام كله اليوم بنخلي لك. الله يسعدك. أنت اليوم مصرح لك. أنا أمون على أبو حنين وأمون على أبو أميرة، بناخذ كل الوقت ونعطي له. حبيبي كم عندنا أحمد مسلبيح؟ لا إنجاز الوطن يعني. لا يعني من الأشياء المهمة اللي أبغى أخذ رأيك فيها أبو تركي بصراحة، لاعبين الهلال تحديدا مروا في الفترة الأخيرة بمنعطفات مهمة جدا. يعني نطالع في لعبة الهلال، لعبوا مباراة الذهاب قدموا أداء روعة، بعدين التحقوا مع المنتخب والمنتخب في منعطف مهم، مباراة لا تقبل أنصاف الحلول، يا تفوز وتتصدر يا تدخل في حسابات معقدة، وأنت جاي من مباراة ذهاب نهائي قارة منتظر ورايح لمباراة إياب في نهائي قارة منتظر، تخلص المهمة في الرياض تروح لتشقند، تخلص المهمة في تشقند تطلع لطوكيو وتخلص المهمة. إيش تبي تقول عن هذا الأداء العالي اللي تقدر تسميه 100% صحيح من لاعبين الهلال مع زملائهم في المنتخب بالتأكيد، لكن أتكلم عن لاعبين حاضرين ذهنيا في الثلاث مباريات المهمة. شوفوا كل جيل يترك بصمة، يعني قعدنا نتغنى ولازم نتغنى بأجيال ذهبية سواء على مستوى المنتخبات الوطنية وعلى مستوى الأندية تحديدا الهلال. يعني كل جيل له بصمته، جيل النعيمة، جيل قبل جيل محسن بخيت، جيل سامي الجابر، شتفنيان. الجيل هذا البصمة اللي كان ينتظرها من الجمهور هالبطولة الآسيوية من حسن حظ الرياضة السعودية تحديدا الكرة السعودية، أنه معظم نجوم الهلال هم نجوم المنتخب، وهذا شيء جميل جدا وطبيعي في كل دول العالم، أنه النادي المتصدر اللي دائما منافس أكثر لعيبة يروح المنتخب. الشيء الجميل زي ما تفضلت أنه مجموعة اللاعبين أو العناصر الفاعلة في المنتخب اللي ساهمت في فوز المنتخب الأخير أيضا أدت بنفس الروح بنفس الأداء، وهذا دليل أنه هالعينات أو هالنماذج الجميلة من لعيبة الهلال يفتخر فيها. الآن تركت بصمة، الآن تقدر تقول والله جيل سلمان الفرج وسالم الدوسري عبد الله عطيف، مجموعة صراحة نجوم
ورجال. انت قلتها فعلا، اليوم في مرجله، في لعب، في قتاليه، يعني من حراسه المرمى الى راس حرب. وبعدين تعرف ابو تركي، ولا اقطع كلامك، ترى هذا النوع من المباريات اللي حتى لو فريقك يخسر ما تقدر تتكلم، ما تقدر تتكلم على اللاعب. اللاعب لما يعطيك عمره في الملعب صحيح حلو، حتى لو لا يعني جت النتيجه غير ما انت تنتظرها ما تقدر تلومه، لان ايش اكثر من كذا ممكن اسوي لك على في الملعب. محمد البريك لما اصيب اصابه يعني صعب انه يكمل مباراه، ومع ذلك قاعد يقنع المدرب او الجهاز الطبي انه يكمل، لكن طبعا حسوا وقالوا ما يمكن، هذا دليل انه في روح، ما ودي يغادر الملعب يشارك زمان في القتاليه. اللعيبه الاجانب تمازجهم مع اللعيبه المحليين في اثار، ما والله يعني سالم يسجل الحق اللاعب الاجنبي والعكس كذلك، فهالروح الجميله انعكست على الفريق، واتمنى تكون روح على المستوى. الان بندخل دوره الخليج، ان شاء الله نشوف نفس الروح في المنتخب. لكن خلينا نتكلم عن عبد الهلال، وقبل ما يعني انهي الكلام في الوصله هذه، انا حقيقه مع كل انجاز اليوم الدكتوره بنت عبد الرحمن بن سعيد الله يسكن الجنه مؤسسه نادي الهلال كتبت مع كل انجاز نتذكر عبد الرحمن بن سعيد. صحيح، كل هلال يتذكر عبد الرحمن بن سعيد مع كل فوز، وما بالك انجاز يعني الهلال يعانق العالميه، نتذكر عبد الرحمن بن سعيد نقول الله يسكن الجنه اسس نادي، وله اي نادي اعظم انديه اسيا تاسيس الراحل عبد الرحمن بن سعيد الله يسكن الجنه رحمه الله عليه. ونتذكر ايضا رجال خدم الهلال، الامير عبد الله بن ناصر من ساهم في صنع روح الهلال، روح البطولات عام 97، الامير عبد الله بن سعد الرئيس اللي لن يتكرر، ومجموعه الرجال البقيه الى يعني اخر رئيس اللي هو الاستاذ فهد بن نافل. هذه رجالات الهلال ولله الحمد ميزتهم 400 تتابع، يسلم اشاره لصاحبه ويقود البطولات. يعني لما تكلمت وقال كلام منطقي انه الهلال فاز على ابطال السد، والسد لاحظ الهلال لما خسر من مثلا من سيدني، اين سيدني؟ خسر من اوراوا، اوراوا صار مرتبه العاشر، الهلال ظل منافس على البطولات في المحليين، دليل انه فريق يعني يملك شخصيه كاريزما فريق البطل. اتمنى ان شاء الله يستمر الهلال وبقيه الانديه لتحقيق الانجازات. الاداره الهلاليه الحقيقه قدمت في الفتره الماضيه نموذج مهم في الهدوء والتماسك وعدم الاهتزاز في بعض المطبات. نشوف هالتقرير عن اداره نادي الهلال. افديك انا بعمري طالما نادي السعودي قوي محليا واقليميا وقاريا فمؤهل هو ان يكون عالميا، ناخذه ندعمه نقويه ويوصل العالميه. اعتقد الهلال مرشح جدا انه يكون من احد الانديه القويه للوصول العالميه اذا ما هل تعد الهلاليين بالعالميه؟ والله انا 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 انا, أنا مش اعد، انا اعد من اعمل مستحيل، لكن نهايه مطاف اللاعبين لازم يؤدوا واجبهم ومدربهم، لكن انا اعد نحن بتحضير النادي لوصول الوصول العالميه. نعم يا صاحب السمو، بالعزيمه والاراده والاداره ها هي العالمية، كما صرحت كما أردت، أمامك وبين يديك، عضو الشرف الفاعل الداعم لأندية المملكة عموما وللأزرق خصوصا، عراب البطولة الآسيوية السابعة، وممهد طريق الزعيم نحو بطولة كأس العالم للأندية، صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال، من ارتبط به اسم الهلال فهو أول من يقف مع الفريق في كل حالاته، وهو أيضاً أول المهنئين والداعمين للنادي بكافة فئاته. تتعاقب الإدارات، يتغير المدربون، يحضر ويغيب اللاعبون، ويبقى أبو خالد الرقم الثابت في معادلة بطولات الهلال. راهن على إدارة الأستاذ فهد بن نافل الذي سلك ذات الهدوء والعقلانية في ردات أفعاله وتعامله مع كافة الظروف التي مر بها الأزرق، بل حتى بعد تحقيقه للبطولة لم ينسى الإدارات السابقة التي أسست وبنت وأعطت الكثير للفريق. هي بطولة للوطن، لرؤية سمو، للهلال ومحبيه، ولمهندسها صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز. أبو حنين،
ماذا عسانا أن نقول؟ عضو شرف لجميع الأندية، رجل الأعمال اللي يشعر بالمسؤولية الاجتماعية تجاه وطنه، عطاء سخي لا يتوقف عطاءه لا على أندية درجة ممتازة ولا على أولى ولا على ثانية ولا على ثالثة ولا على كرة القدم. أمير وليد أنا أعتقد مثال لرجل الأعمال اللي يحتذى به، اللي يشعر بالمسؤولية الاجتماعية لوطنه. أعتقد هو رجل مختلف، كل جميع رجالات الهلال صراحة يستحقون التقدير والاحترام، ولكن الرجل المختلف اللي يعطي لجميع الإدارات، اللي همه دعم الخزينة، اللي يدعم كل إدارة، هو الأمير الوليد بن طلال. أعتقد بعد كل هذا الدعم السخي اللي سواه، اليوم هدية جديدة يقدمها للهلال والهلاليين. أعتقد الأستاذ فهد بن نافل أحد من تخرج من مدرسة الأمير الوليد بن طلال، أعتقد أنها خطوة إيجابية في اختيار هذا الرجل من الأمير الوليد لتأسيس مستقبل للخصخصة لنادي الهلال. شكرا للأمير الوليد، مهما تكلمنا عن هذا الرجل لن في حقه يكفي أنه اليد اليمنى لأي رئيس يرأس نادي الهلال. أبو أمير، شوف احنا يعني بوجود لو هتعملوا براءه بانوراما وكذا في المستقبل، بالله لو تقدر تمر على اراء جميع الضيوف مش انا بس، يعني شوف قبل كيف كنا نقول في الاشياء الفنيه الاشياء النفسيه، حتلاحظ الحمد لله توفقنا في اننا نتكلم في امور كثيره حدثت الان. كن اداريا مثلا الامير الوليد بن طلال، الشيء اللي رسخه واضح جدا في هذه الاداره مع الرئيس فهد بن نافل الهدوء. كنا نتكلم أن الهلال يجب أن يغير طريقته، وقاعدة في الحياة إذا فشلت عدة مرات في أمر ما فغير طريقتك. الهلال غير طريقته في هذا الموسم بالهدوء، كل سنة صخب وتصريحات، الهلال عزل نفسه تماما عن كل ذلك في عصر السوشيال ميديا اللي صعب جدا تعزل نفسك وتعزل لاعبينك وتعزل كل مسؤولينك عن الفريق. في الهلال حدث هذا ويدرس هذا لكل الأندية بالتأكيد. بالتأكيد القائد هو كان الأمير الوليد بن طلال، ووجود رئيس هادئ مثل فهد بن نافل ومجلس إدارة بالتأكيد هو رائع بكل المقاييس. أعطيك شيء ثاني، البطولة هذه العمل التراكمي ذكرت أنت بوجود قبل شوية، العمل التراكمي في هذا النادي، هذا الفريق الآن بالأجانب الآن الموجودين ترى شارك فيه ثلاثة رؤساء، سامي محمد بن فيصل الآن فهد بن نافل، كيف جوميزو كاريلو سامي الجابر، جوفينكو محمد بن فيصل، الكوري المدافع فهد بن نافل، علاوة على اللاعبين جميعا. في الهلال يحدث هذا العمل التراكمي هذا صحيح. ما جاءوا قالوا لا نشيل هذا، رغم أنه الموسم الماضي ما جابوا ولا شيء الهلال، ونادرا ما تحدث في الهلال يخرج الصفر اليدين. العمل قيس على ذلك أبو أمير العمل التراكمي. معلش تسمح لي بس أقاطعك، أنا عشان بس في اتصال جاهز وما نبغى نسهره، وإن شاء الله يمسك الاتصال. معنا على الهاتف رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأستاذ فهد بن نافل. أستاذ فهد أهلا ألف 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 مبروك، سهرناك سامحني، بس ما نقدر حلقة اليوم نطلع فيها بدون ما نسمع صوتك يا أخي. أهم شيء لا تفوتك الرحلة، بس أهم شيء. لا 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 تفوتك الرحلة، الناس قاعد تنتظرك بكرة في المطار. ألف مبروك أستاذ فهد. يعني كنتم تحت ضغوطات كبيرة في الفترة الأخيرة، صمت مطبق أثمر عن نجاح وزعامة آسيوية للهلال، إيش تبغى تقول في كذا اختصار؟ ما نبي نطول عليك الحقيقة. أولا شكرا لك أخوي تركي، وشكرا لضيوفك المتواجدين معاك. الحمد لله إنجاز عظيم النادي الهلال ممثل الوطن، أهدي هذا الإنجاز قيادتنا الرشيدة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، أهدي هذا الإنجاز بصفة شخصية سيدي الوالد الأمير الوليد بن طلال. هذا الرجل دعمني أنا شخصيا، وكان داعم النادي الهلال من قبل لا أنولد ما شاء الله، والحمد لله حققنا إنجاز يليق الشعب السعودي أولا صحيح، ويليق بجماهير نادي الهلال العظيمة. الحمد لله على كل حال، نستمر إن شاء الله بالعمل وإن شاء ما أظن حنستمر في الصن. طلعت التقارير حلوة. لا طبعا طبعا، جيب بطولات أنت والناس تحب تسمع صوتك. أبو سعد، سؤال أخير قبل ما أودعك، لأن فعلا أنا أعرف أنه أنت يعني تأخر الوقت عندك كثير. كيف كانت ليلة النهائي، ليلة المباراة؟ وش الشيء اللي اتفقت عليه أنت والمدرب واللاعبين؟ عطنا أي شيء كذا من الكواليس زي ما يقولون.
ده الحمد لله أخوي تركي، يعني صدقا صدقا، ويمكن يعني توني أقولها أنه من معسكر النمسا ومن حين من هذاك الوقت وأنا في الاتحاد، لكن طبعا ما صرحت أنه في طموح، في رجال في الملعب، في إدارة تحمل، جهاز فني توفقنا فيه الحمد لله، كانت باينة فيه الروح والطموح، كانوا يعني انت شفت مباراة الذهاب كان في تركيز ولله الحمد. صحيح. ورجال في الملعب كان عندهم هدف كبير، تشريف الوطن والدعم اللي جانا من القيادة ومن سمو سيدي ولي العهد، دعمنا بالجماهير في 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 طوكيو، كانت يعني رسالة لهم. فبالعكس آخر أيام كانت على قولتهم الأجواء جدا ممطرة، وكانوا سعيدين ومتحمسين واثقين ولله الحمد، يعني هذا اللي كان ميزة فيه. أبو سعد الهلال ما شاء الله عليه. أبو سعد ألف ألف مبروك، يعني أبارك لك بشكل شخصي وأبارك للإدارة الهلالية. اللغة والخطاب حتى اليوم في تغريداتك في تويتر وذكرك لكل الإدارات السابقة في الهلال وذكر كل الشخصيات الهلالية، هذا ينم عن وعي كبير بمفهوم البيت الهلالي، بمفهوم التنافس نعم. الشريف والعمل التراكمي. ألف شكر. أترك لك الختام إذا تبغى تختم بأي شيء. هذا ديدن الهلاليين ولله الحمد. كل أحد يجي ويقدم بدون منا بدون يعني بحث عن فضل، أفضل فضل وأفضل نجاح هو تحقيق إنجاز وتهيئ بيئة مناسبة للي بعدك. أشكر جميع الرؤساء، أشكر كل أحد هلالي، أشكر كل العاملين صراحة، يعني ما قصروا، في كل الإدارات كان لهم فضل بعد الله. فبيئة الهلال الحمد لله مناسبة، يعني إحنا ما اخترعنا شيء، بيئة الهلال جدا عظيم، النظام والانتظام، فالبيئة هي اللي وفرت هذا الشيء. فإحنا الحمد لله بنينا على اللي بدأوا فيه الرؤساء السابقين ولله الحمد. شكر الجزيل لكل هلالي هلالية ولكل من دعم ومثل الوطن في هذه المهمة، والحمد لله جبنا الكاس وبإذن الله راجعين فيه لأرض الوطن. توصل بالسلامة أبو سعد، ألف 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 مبروك، شكرا جزيلا لك، شكرا لمشاركتك معنا والوقت متأخر رغم كل ارتباطاتك، لكن إن شاء الله توصل الرياض بكرة ومعك كاس الوطن أنت والأبطال لاعبي الفريق الهلالي. أبو أميرة أنا عارف أنه أنت تبغى تعلق لكن مضطر أطلع الفاصل وارجع أكمل الحديث معك بعد الفاصل إذا تسمح لي، فاصل قصير بعد هنا أقول.
يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم يا هلال تحكي عنك أجيال أجيال عشق تنامى من سنين الطفولة يبقى الهلال يدور في كل الأحوال من مستوى ذوقه تحدد ميوله ميوله يا هلال تحكي عنك أجيال لأجيال عشق تنامى من سنين الطفولة يبقى الهلال يدور في كل الأحوال من مستوى ذوقه تحدد ميوله ميوله يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال رقصة وموال أزرق وأبيض صفقوا واهتفوا له هل الهلال وهل تفرح وأمال والفوز تقرع في الملاعب طفولة الفن والإمتاع رقصة وموال أزرق وأبيض صفقوا واهتفوا له يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في في المملكة العربية السعودية أحمد مصبيح ومحمد السبعان وحاتم خيمي هم ضيوف حلقة الليلة. أبو أمير كان الحديث عندك قبل الفاصل, معليش اضطريت أوقف الحديث عشان ناخذ الاتصال من اليابان. كنت أتحدث عن الإدارات الهلالية إذا حابب تكمل. صحيح, طبعا الاتصال جدا مهم. يعني احنا كنا نتكلم على الأستاذ فهد ولما سمعناه حقيقة يعني أنا أبهرت بحديثه حقيقة, الهادئ الأدب الجم في حديثه. ترى رؤساء كثر عندهم نكران وجحود ويستأثروا بكل شيء لنفسهم. شوف كيف بيتكلم على الإدارات السابقة وكيف استلم فريق قوي ونادي قوي وبيئة ممتازة في نادي الهلال. ترى نادرا ما يحدث هذا في الأندية. أنت كلها نعرف الأندية كل واحد بيسوي أنه هو اللي سوه هو اللي عمل لوحده. لهذا هو الرجل نجح ونيته الطيبة ربنا وفقه أنه يحصل على البطولة. أيضا ترى اختيار صالح النعيمة النجم الأسطوري النجم الكبير مع احترامه وتقديره في البطولتين السابقتين يستحقوا أنه يدخلوا بالكاس في الرياض, ولكن كان الأولى صالح النعيمة يكون الأول وكان والحمد لله هو فاء الخير في هذه البطولة. ذكرت أنه ثلاثة رؤساء من الموسم الماضي أيضا ثلاثة مدربين شاركوا في هذه البطولة خسس زوران والآن أنهاها رزفان. هذه كلها عمل تراكمي. ذكرت لك قبل شيء وجود أنه كنا نتكلم إيش قبل والحمد لله حدثت أشياء كثيرة. من ضمن الأشياء كنا نتكلم عن رزفان لما خسر من النصر لما تعادل مع الفتح الناس كلها قامت وبدأ التشكيك. تذكر التشكيك المعتاد في المدرب. كنا نتكلم وتحديدا معك بوجود وتذكر أنه المدرب ترى قاعد يشتغل مع اللاعبين بعدد دقائق محسوبة مش بعمل عشوائي. يبغى يوصل للفريق بحالة معينة للنهائي. لاحظ اليوم ترى أهم نقطة في الهلال فنيا اللياقة العالية. أنا بعد نص ساعة من المباراة بكل أمانة خفت على الهلال. فريق لاعب ضغط عالي من أول دقيقة ما في فريق يعملها نادرا تحدث في العالم. لازم تتعب. ما شاء الله الهلال معظم فترات المباراة هو ضاغط على الفريق أوراوا من الأمام. لو تذكر المباراة الفريق الياباني داخ. النقطة الثانية اللي تكلمنا عنها إنه الهلال حيكون مستحوذ. تذكر قبل المباراة صحيح. قبل المباراة الأولى أيضا المشكلة في الهلال إنه كان يترك المناطق الخلفية ويسرحوا اللاعبين في الخلف والهلال مستحوذ فالفرقة الثانية تستغل وتسجل. لاحظ اليوم لما يقطع الفريق الياباني الكورة
ما في نفس، كل لاعب خلف لاعب مو قادرين يطلعوا، الناس كلها تتكلم فريق ضعيف، فريق مدري ايش. الهلال خلاه ضعيف، التركيز العالي اللي ذكرته قبل شوية بوجود ذكره الإخوان، تركيز عالي، يعني أداء مثالي للهلال في المباريتين بكل أمانة. لهذا يستحقوا، لهذا فرحنا لهم، ولهذا بكل أمانة يستحقوا الإشادة، جهاز فني وإداري ولاعبين. ألف مليون مبروك للهلال، ودرس كبير جدا في الرياضة نتعلم منه على مستوى الإعداد النفسي، على مستوى الإعداد البدني، على مستوى التركيز، وهذا أهم شيء في الرياضة. أبو تركي، أنا بقوله عن أستاذ عادل بن نافل اللي هو مدرسة الأمير وليد بن طلال. أستاذ عادل بن نافل المثل يقول الثقل صنعان، أقول الثقل نعمة. فهد بن نافل شخصية هادية جدا، ترك صخب والأضواء، رئيس الهلال يعني رئيس، تعودنا تلقى في السبع صحف في الفضائيات، لا ترك الصخب لمغردي تويتر، لسنابي الهلال، لجمهور الهلال، لإعلامي الهلال، هو يعمل بصمت. البعض يقول لا يدار، انا تواصلت مع فهد المفرد، مع كذا شخصيه هلاليه، عبد الله الجربوع، الرجل يعمل حريص على انه يعمل بصمت، يقول خلوا تويتر، خلوا المنافسات والمناكفات والاشياء هذه لها اهلها، احنا جايين نعمل. فهد بن نافل شخصيه يعني احوج ما يكون له الهلال، الهلال يعيش صخب غير عادي وحساسيه من المنافسين، ذلك هو جاء بالفعل تقمص الدور الجميل لإدارة نادي الهلال. في هالمجال نقول خريج مجلس الوليد، الوليد بن طلال. الوليد بن طلال أنا تحدثت عن الرجالات الهلال اللي أسسوا روح الهلال. الوليد بن طلال طيلة يعني وقوفه مع الهلال من أكثر من 30 عام وهو قلب الهلال. قلب الهلال نابض مع كل إدارة، في كل أزمة تجد الوليد بن طلال حاضر. ومع ذلك أسس أيضا لثقافة حب الهلال دون الإساءة للغير، بالعكس يدعم الغير. يخسر فريق البطولة يكافل الخصم، العالم تستغرب جمهور الهلال كيف، ومع ذلك حتى اقتنع الهلال أن وليد بن طلال ينظر للرياضة نظرة أبعدهم ما ينظرون له شخصيا. فأسس ثقافة جميلة في البيت الهلالي، احترام المنافس ودعم الفريق بكل ما أوتي، يعني دعم ماديا، مشاريع، شيء يعني من عاصر الهلال يعرف ايش قدر وليد بن طلال. واخيرا قدم لهم رئيس نموذجي، رئيس فعلا متزن، اتمنى انه يعيش فتره الاربع سنوات ويستمر، لانه الهلال بحاجه شخصيه مثل فهد بن نافل، الرجل الهادئ. هو الان يمكن ركب الطياره ما يسمعنا، لكن انا اتكلم عن اجواء الهلال. وش من الاسباب؟ اسباب انه رئيس الهلال واداره الهلال بشكل عام ترك الصخب والمنافسات والتويتر والازعاج وعملت، وكانت ثمره كاس اسيا. حقيقه هنيئه للهلال برجالاته، شكرا للأمير وليد بن طلال، شكرا لا تكفيه، وهو قلب الهلال النابض في كل المواسم. فاصل قصير بعد هنا.
سعيد نصف الأرض يا هلال يا هلال من غيرك اللي يستحق البطولة يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم يا هلال تحكي عنك أجيال أجيال عشق تنعمة من سنين الطفولة يبقى الهلال يذوق في كل الأحوال من مستوى ذوقك تحدد ميولك ميولة يا هلال تحكي عنك أجيال أجيال عشق تنعمة من سنين الطفولة يبقى الهلال يذوق في كل الأحوال من مستوى ذوقك تحدد ميولة ميولة يا هلال يا هلال زعيم والله زعيم يا هلال يا هلال زعيم والله العظيم تقرع في الملاعب طفولة للفن والإمتاع رقصة وموال أزرق وأبيض صفقوا واهتفولة هل الهلال وهل تفرح وأمال والفوز تقرع في الملاعب طفولة للفن والإمتاع رقصة وموال أزرق وأبيض صفقوا واهتفولة يا هلا يا اهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقه نرحب بمستمعي روتانا في المملكه العربيه السعوديه الحديث لا زال يتواصل مع ضيوفنا الكرام احمد المصبيح ومحمد السلعان وحاتم خيمي ابو اميره خليني اخذ رايك مين اليوم يعني الهلال كانوا كلهم نجوم بالتاكيد في المباراه لكن مين اللاعب اللي كان هو العلامه الفارقه الزياده شوي عن اللاعبين في التشكيل الهلال طبعا زي ما ذكرت كلهم نجوم والتكتيك كان النجم والمدرب بالتأكيد أنا أقول المدرب وفي اللاعبين حقيقة يعني تحتار ولكن كاريلو يبقى في المباريتين هو يعني كان شايل الفريق بكل أمانة ولا غلطة عامل جبهات قوية تمريرات صناعة تسجيل في المباراة الأولى فأعتقد أنه كلاعب تحديدا إجابة على سؤالك كاريلو هو نجم طيب. الهلال في النهاية في المباراتين أبو تركي كاريلو اليوم سوى العجب في الظهيرين يمين ويسار كامل أوصاف متعة روح قتالية مرجع على قولتك لاعب لاعب يعني هذا اللاعب اللي يستاهل أنت قلت الحق قلت يعني خلاص لو ما يعطيني مباراة الذهاب والأياب وكثر خيره أبد يرجع ديرت يعني أنا لو اليوم يقول لي كاريلو خلاص برجع البيرو السلامة فما الله رحمة سويت عليك وزيادة يعني لاعب أدي الأدوار يعني لاعب نجم لاعب منتخب أول ومع ذلك تجي يساعد المدافعين ويرجع وفي روح في قتالية تعاون مع زملائه يصنع إذا يعني قول فعل يبغى يصنع التجاوز عنده هذا ما شاء الله عليه بسهولة ومع ذلك يعني تحس أنه يعني مستوى أو جهده موزع على المباراة وهي ثقافة تحسه مركز يبغى يلعب يعني لا تحسه مثلا منشغل مع حكم لا تحسه منشغل مع لاعبين وجدان لا هو شوف أنا أعتبر بين لعبة الهلال فنان الفنان يعني بيطربك هو الوحيد يعني من لعبة الهلال زي وقت يوسف ثنيان تبي متعة أعطي الكرة كان لاعب موهوب
ينهي هجمه، يصنع هجمه، اضف الى ذلك يدافع وروح حماسه، ما يعني هو صراحه هو بالنسبه لك رقم 1 في الذهاب والاياب، هو نمبر 1 طبعا كل اللعيبه ما يختلف عليهم. صحيح. ونعم، لكن كاريرو الله يوفقه. اي والله يعني بصراحة كل نجوم الهلال اليوم، يمكن أنت اختصرت كل الكلام اللي بينقال مرجلة صراحة. في نقطة أثارها أبو أميرة، مسألة قتالية لاعبين الهلال إلى آخر دقيقة، بصراحة أنا أعطي شهادة الشكر لهذا الموضوع لرزفان. احنا قلنا في بداية الموسم هو أحسن التدوير إداريا للاعبين، وهذا ما خلى لاعبين الهلال جاهزين إلى آخر دقيقة. ليه؟ لأنه حافظ على مستوياتهم، على حضورهم، لأنه لياقة اللاعب والجهد لما يكون متوازن للاعب يعطي لآخر دقيقة. كيريلو أعتقد اليوم قدم مباراة رائعة جدا جدا جدا، يعني توازي مستوياته في المباريات الماضية. اللاعب اللي بالقيمة المالية العالية بهذه القيمة الفنية إذا ما يبرز في المباريات اللي اليوم متى يبرز؟ الهلال كان كتلة واحدة. اللي شاف بكاء قوميز بعد الهدف يعرف أنه هذا الفريق أحضر هذا اللاعب، لاعب احترم عقده 34 سنة، لعب في دوريات كثيرة، يبكي هذا البكاء بعد الهدف، اعرف انه هذه البطولة جزء من المهمة اللي هو يبغاها. كان دائما في الفيديوهات الخاصة يقول الآسيا الحلم، آسيا الحلم. اعتقد هذا البكاء كان تحضير خارج الملعب، كان روح قتالية بين لاعبين الهلال، كان روح الفريق الواحد موجود. ولا انسى صراحة أن نشكر مثل ما قسى في فترات جماهير الهلال على اللاعب وعلى المبدع علي البليهي، أنا أقول اليوم مثل ما فعل في الدقيقة 20 أو في 20 دقيقة الأولى في مباراة الذهاب، اليوم علي خلص كورة خلت الهلال في توازنه، في حضوره الذهني، في قيمته. بصراحة أنا أعتقد أنه إذا كانت القيمة الفنية للتجاوز العلي بهذه الطريقة اللي نشكر عليها، علينا أن نعود ونشكر إدارة الفريق اللي استطاعت بعد كل الهزة اللي مر فيها علي. شكرا للمدرب اللي أبقاه في التشكيلة أساسيا، شكرا لسعود كريري مدير الفريق اللي استطاع أن يحضر هذا الفريق بهذا الحضور الذهني. ختاما، شارة الكابتنية ما هي بس مجرد يعني قطعة قماش تنحط على اليد. الحديث اللي سمعته من سلمان الفرج اليوم بعد المباراة فعلا يستحق أن يحمل شارة الكابتنية. عندما تسأل ومتى شعرت بأنك تفوز أو فزت في هالمباراة أو أنك حصلت على الكاس، يقول لك بعد صافرة الحكم، وهالاتزان اللي موجود وهالحديث اللي موجود. أنا أعتقد كسب الهلال كابتن جديد، كابتن قادم. شكرا للهلال على كل ما قدمه، شكرا لكاريلو القيمة الفنية العالية. نحب سلمان الفرج بصراحة، أفضل لاعب سعودي والله العظيم، أفضل لاعب سعودي، يعني من اللاعبين اللي مزاج في الملعب. يعني تمريرة الهدف الله عليك الجوفينكو قبل ما تروح لسالم، رادار ما شاء الله تبارك الله. صحيح. في جي بي اس هنا في راسه ما شاء الله، بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله، بس من جد صراحة عينك حارت يا اخوي. ما شاء الله ما شاء الله، بسم الله عليه. الله يخلي له هلا، الله يخلي له هلا، الله يخلي له هلا، بسم الله عليه ما شاء الله تبارك الرحمن. لا شفناه بنروح نعطيه بشرب من ذي بعضك، خذ عطا، بسم الله عليه، الله يخلي له هلا. بس والله العظيم لاعب لاعب مزاجه عالي صراحة. فاصل قصير بعده. بليدي الزعيم اللي تسيد هالزمان.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وصلنا للختام. أبو تركي تحب تقول شيء في نهاية حلقة اليوم؟ إحنا بكرة مستمرين أيضا في تغطيتنا للانتصار الهلالي والفوز والوصول للبطولة العالمية، بس إيش تحب تقول لنا قبل ما نختم معك؟ أقول الحمد لله والشكر، الحمد لله على ما تحقق، مبروك الوطن ومبروك الهلال، وإن شاء الله ما يعني ما تقف فرحتنا على فرحة الهلال، نفرح إن شاء الله بحضور جميل منتخبنا في دورة الخليج. شكرا لبرنامج كورة، طبعا شهادتي في مجروح هذا بيتي، ولكن عودنا دائما على الوقوف ومواكبة أي حدث. اليوم حلقة جميلة، حلقة تاريخية، لابد أن توضع في أرشيف كل هلالي. أبو حنين، شكرا للهلال، شكرا لهالفرحة العامرة اللي عمت أرجاء الوطن من 2011، الفريق الوحيد من غرب آسيا اللي يصل 3 مرات ويحقق اللقب بعد غيابه من 2011 هو فريق الهلال. شكرا لهم، وإن شاء الله استمرار الإنجازات للكرة السعودية. أبو أميرة في نصف دقيقة، إيش تبغى تقول في الأخير؟ دقيقة سريعا، الأسماء اللي ذكرها أبو تركي يمكن نسينا كلنا نذكر صاحب السمو الملك الأمير هذلول بن عبد العزيز رحمة الله عليه. هذا الرجل اللي له أيدي بيضاء كثيرة على نادي الهلال. أيضا أحب أبارك مباركة شخصية لأخي صاحب السمو الملك الأمير فيصل بن عبد المجيد وهو هلالي، فرحته كبيرة اليوم. نشكر مع المستشار تركي آل الشيخ على مبادرته في موسم الرياض اليوم التخفيضات والحفل يوم الخميس. صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن تركي الحفل الضخم في موسم الدرعية، كل الشكر والتقدير، ومن من فرح لفرح لبلادنا الحبيبة إن شاء الله. شكرا لك أبو أمير، وأيضا ما ننسى الأمير بندر بن محمد شفاه الله وعافاه، يرجع إن شاء الله بالسلامة ونفرح بعودته. ألف ألف مبروك للهلال، إدارة ولاعبين وأعضاء شرف وجماهير، الزعامة والسيطرة الآسيوية والوصول للعالمية، الكأس للهلال، المجد للوطن، فرحة خضراء بطعم ولون أزرق جميل، بطولة مستحقة 100% من بدايتها وحتى النهاية. لا يمكن هذه البطولة كان يعني تذهب لأي أحد غير الهلال بعد كل هذا الأداء العظيم اللي قدمه، يستاهل الهلال. ألف 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 مبروك، وإن شاء الله تستمر أفراح الكرة السعودية مع المنتخبات والأندية. موعدنا غدا 11:30 في أمان الله. هنجومه في الملعب، هنجومه